يوم خلى مرزوق ثبيتي من وجود الاعداء بدل ما هي حاجه سلبيه خلى حاجه ايجابيه وخلى دافع له. ناصر بن فهيد العجمي مسي بالخير عليه يقول كثره الاعداء تعطيني شهاده. سلام. واعتبر نفسي على السادات سيد. سيد. كثره الاعداء تعطيني شهاده واعتبر نفسي على السادات سيد. شكرا اعدائي على دعم الاراده انتم عالم سيئين بشكل جيد. عالم سيئين بشكل جيد. الله اكبر. صح لسانه ما شاء الله تبارك الرحمن.